كل الأمم المتحضرة تستخدم اليوم الأرقام التي تعلمها الجميع عن العرب، ولولا تلك الأرقام لما وجد اليوم دليل تليفونات أو قائمة أسعار أو تقرير للبورصة، ولما وجد هذا الصرح الشامخ من علوم الرياضة والطبيعة والفلك، بل لما وجدت الطائرات التي تسبق الصوت أو صواريخ الفضاء. لقد كرمنا هذا الشعب الذي من علينا بذلك الفضل الذي لا يقدر حين أطلقنا على أرقام الأعداد عندنا اسم الأرقام العربية، ولكن العرب أنفسهم يؤكدون أنهم قد أخذوا أرقامهم عن الهنود وهم يسمونها بالأرقام الهندية. وسنحاول أن نتتبع موهبة الأرقام العربية في رحلتها الطويلة من الهند إلى أن وصلت إلى الغرب لتصبح تراثا عالميا، كما أننا سنحاول التعرف على الطرق الخفية التي سلكتها جماعاتها الأولى والمعارك المريرة التي خاضتها. فنحن أبناء العصر الحديث نعلم النتائج فقط، ولم نرى المعركة إلا في نهايتها دون أن نعلم شيئا عن أصلها وتطورها وانتشارها حتى وجدت لها من بلادنا موطنا. لم يكن لشعوب البحر المتوسط ذات الحضارات أرقام خاصة بها، لقد كتب المصريون الأرقام 1، 2، و3 على شكل خطوط عمودية متجاورة، ولما كان الخط الأفقي يعبر عندهم عن الرقم 4 فقد كتبوا 8 على شكل خطين أفقيين أحدهما فوق الآخر، وتكونت الأعداد عندهم من خطوط ونقط ربطتها رسوم أخذت عن الهيروغليفية لتكون 10، 100، 1000. وكان الهنود هم الشعب الوحيد الذي تخلص من هذا النظام العقيم في تكوين الأعداد من سلسلة الرموز أو الرسوم، فقد أوجدوا لكل رقم شكلا واحدا يدل عليه ويكتب به، وهو يكتسب قيمته تبعا لموضعه في خانة الأحاد أو العشرات أو المئات أو الألوف، وبذلك تمكنوا من أن يكتبوا أي عدد مهما بلغ دون قيد أو حدود. ولقد وقع الغرب أيضا فيما بعد يوم لم يجرؤ على الأخذ بنظام الهنود في هذا التعقيد الذي وقع فيه الصينيون، ولم ينجح سوى الهنود والمايا في العالم كله في الوصول إلى تقييم الأرقام تبعا لمراكزها في الخانات، مما مكنهم من القيام بعمليات حسابية كبيرة استحال على غيرهم نتيجة جهلهم لتلك الأصول القيام بها. ولم يكن هذا العمل العظيم من وحي فرد بالذات، وإنما الشعب الهندي الموهوب في الرياضيات هو الذي مهد الطريق لهذا العمل على مر العصور. ولقد مرت الهند أيضا بالفترة البدائية في كتابة الأعداد قبل أن نستطيع عام 300 قبل الميلاد من إيجاد شكل معين لكل رقم، بل ظلت حتى القرن السادس الميلادي تقريبا تتبع نظاما مشابها للنظام الصيني، ثم انتقلت منه إلى نظامها الشهير ذاك. وفي عام 622 ميلادية عرف النظام الهندي في كتابة الأعداد خارج حدود الهند، وإلى ذلك يشير العالم السوري ساويروس سابوخت الذي كان رئيسا لدير ومدرسة على الفرات، يشير قائلا: طريقة الحساب الهندية ممتازة وتنفع في كل العمليات الحسابية، أعني بها طريقة الأرقام 9. وهكذا قدم ساويروس أول باقة من المديح للهنود على عملهم العظيم. وبهذا النظام الهندي استطاع ساويروس أن يقوم بعملياته الحسابية وأن يكتب ما شاء من الأعداد إلى ما لا نهاية. وظهر الصفر في الكتابات الهندية في حوالي عام 400 ميلادية لأول مرة،
ولقد كتب الفلكي الهندي الكبير براهما جوبتا عام 628 ميلادية نظامه الفلكي المشهور، واستخدم فيه الأرقام 9 و0 كرقم 10. وكان من حظ العرب أن قدم إلى بلاط الخليفة المنصور في عام 773 ميلادية فلكي من الهند اسمه كانكا. ويعتبر ابن الآدمي الذي عاش في بداية القرن العاشر قدوم هذا الهندي إلى بغداد حدثا عظيما، فيكتب عن ذلك في كتابه عن الفلك الشهير باسم عقد اللآلئ، فيقول: في عام 156 الهجري وقف بحضرة المنصور رجل من الهند، وكان عالما في طرق الحسابات الهندية المعروفة باسم سند هند، والتي تهتم بحركات الكواكب، وكان يحمل كتابا أخذه من المجموعة التي تحمل اسم الملك فيجار، وقد أمر المنصور بترجمة هذا الكتاب إلى العربية، وبأن يؤلف كتاب على نهجه يشرح للعرب سير الكواكب، وعهد بهذا العمل إلى محمد بن إبراهيم الفزاري الذي ألف على نهجه كتابا يعرفه الفلكيون باسم السند هند الكبير. وكلمة السند هند تعني باللغة الهندية الخلود، وقد أخذ العلماء بهذا الكتاب حتى عصر المأمون، حيث أعاد محمد بن موسى الخوارزمي في كتابته وأضاف إليه إضافات اشتهرت في البلدان الإسلامية. وأعجب الفلكيون الذين أخذوا بكتاب سند هند إعجابا شديدا وعملوا على نشره. والكتاب المذكور الذي أحضره معه هذا الهندي وأعجب به الخليفة وأمر بترجمته ما هو إلا كتاب لمؤلفه براهما جوبتا، وعرف باللغة العربية بعد ترجمته باسم سند هند. وقد لاقى الكتاب نجاحا كبيرا وقاد إلى أبحاث كثيرة في الفلك حظيت برعاية الخلفاء. ومن هذا الكتاب القيم عرف العرب نظام الأرقام والأعداد الهندية، ففي ولايته كان الخليفة عبد الملك بن مروان الذي امتدت دولته حتى إسبانيا قد حرم استخدام اللغة اليونانية في أعمال دولته ودواوينها، وأحل محلها اللغة العربية، ولكنه لم يستطع أن يلغي نظام الأرقام والأعداد اليونانية، بل تركها على ما كانت عليه، لأنه لم يجد آنذاك نظاما أحسن منها ليستعين به. ولكن ما كادت الأرقام الهندية تعرف في العالم الإسلامي حتى انتشرت انتشارا سريعا في الدواوين والمتاجر، ولقد تطلب هذا التحول إلى نظام الهندي جهدا كبيرا ليترك الناس النظام القديم الذي يألفوه على الرغم من صعوبته، وليدركوا معنى الخانات وقيمتها والصفر والدور الذي يمثله. ولم تكن العملية مجرد إحلال هذه الأرقام محل تلك، وإلا لهان الأمر، بل كانت تحولا كاملا في طرق الحساب والتفكير، مما استلزم جهدا لنشرها بين المتعلمين والتجار. وقد ألف الخوارزمي كتابا بين فيه ذلك النظام الهندي وطريقة استخدامه عمليا، وضرب من الأمثلة على ذلك ليسهل على رجال المال والتجار والموظفين عملهم، كما قدم العديد من الأمثلة لتقسيم الميراث بين مستحقيه، كما نص على ذلك القرآن بطريقة مبسطة بدلا من تلك العمليات الحسابية المعقدة التي كانت شائعة. والخوارزمي هو أحد أئمة العلماء في عصره الذين جذبهم المأمون إلى بلاطه، وألف الخوارزمي كتبا عدة في الجغرافيا والفلك ترجمت بعد 3 قرون إلى اللاتينية وعرف بها الغرب. وكتب للخوارزمي الخلود بتأليفه كتابين مهمين في الرياضيات، حمل الأول منهما اسم حساب الجبر والمقابلة، يضم مجموعة ممتعة من المشاكل الرياضية التي يعنينا أمرها في الحياة العملية. وحين ترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية في العصور الوسطى حمل معه اسمه العربي
لتصبح كلمة الجبر كلمة عالمية تخلد اسم صاحبها. وكان كتابه الثاني كتابا تعليميا صغير الحجم في علم الحساب، شرح فيه استخدام نظام الأعداد والأرقام الهندية، كما شرح طرق الجمع والطرح والقسمة والضرب وحساب القصور. ونقل هذا الكتيب إلى إسبانيا وترجم إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر. وقد حمل الكتاب المترجم إلى الأراضي الألمانية، وترجع أول نسخة منه إلى عام 1143 ميلادية، وهي مكتوبة بخط اليد وموجودة في مكتبة البلاط في فيينا. ووجدت النسخة الثانية منه في دير سالم، وهي محفوظة الآن بهايدلبرغ. ولم يلبث الألمان أن جعلوا من الخوارزمي شيئا يسهل عليهم نطقه، فأسموه الجريزماس، ونظموا الأشعار باللاتينية تعليقا على نظرياته. ولم يقتصر الخوارزمي على تعليم الغرب كتابة الأعداد والحساب، فقد تخطى تلك المرحلة إلى المعقد من مشاكل الرياضيات. وما زالت القاعدة الحسابية الجوريزماس حتى اليوم تحمل اسمه كعلم من أعلامها، وعرف أنصاره في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا الذين كافحوا كفاحا مريرا من أجل نشر طريقته الرياضية باسم الخوارزميين، وكان ظفرهم على أنصار الطريقة الحسابية المعروفة باسم أباكوس عظيما. فانتشرت الأرقام العربية التسعة يتقدمها الصفر في كل أنحاء أوروبا. وعندما نقل الغرب عن العرب أرقامهم، نقلوا معها طريقتهم في قراءة الأرقام من اليمين إلى اليسار، الأحاد أولا ثم العشرات. والخوارزمي حين تناول في كتابه موقع الصفر في عمليات الجمع والطرح مثل 38 ناقص 28 يساوي 10، قال: في عمليات الطرح إذا لم يكن هناك باق نضع صفرا، ولا نترك المكان خاليا حتى لا يحدث لبس بين خانة الأحاد وخانة العشرات. ويضيف إن الصفر يجب أن يكون عن يمين الرقم، لأن الصفر عن يسار الواحد مثلا لا يغير من قيمته ولا يجعل منه عشرة. وسنرى فيما يلي أن المترجمين الغربيين للمصادر العربية قد ترجموها حرفيا إلى اللاتينية، ونقلوا منها نظام كتابتها وقراءتها عند العرب، أي من اليمين إلى اليسار. ولم يكن الخوارزمي أول من قدم الأرقام العربية للغرب، ففي نهاية القرن العاشر قام عالم غربي بكتابتها وتعليمها لتلاميذه، ولكنه لم يستطع أن ينشرها بين قومه لأسباب خارجة عن إرادته. ولم يكن هذا العالم المعلم إلا رجلا متواضعا اسمه جابرت، تطور به الأحداث حتى صار علما في عصره. أنا عجب بعد هذا والأوضاع على ما كانت عليه من أن نرى رجلا مثل جابرت المتعطش للعلم يبحث عن ضالته المنشودة خارج تلك الأديرة، ويأخذ عن العرب ليفيد ويستفيد ويزيد من معارفه واطلاعه. لقد كان لموقفه الغريب من أقرانه أكبر الأثر في جذب العديد من الطلاب إليه لدراسة الرياضيات. لقد بدأ ربيع جديد مفعم بالحياة بعد شتاء طويل